صباح الخير البنات، صباح النور. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما ديالكم الفيديو البنات مع سبايدر مان الصغير؟ كوكو سبايدر مان. كوكو ماما. صباح الخير. صباح الخير. قول البنات صباح الخير. صباح الخير. قول لهم لاباس عليكم. هضر معاهم شويه، هضر معاهم. كي جاتكم اللبسه البنات ديال سبايدر مان؟ اليوم ادم عندهم حفله في ليكول ودايرين حفل تنكري، يعني كل وليد يلبس شي لبسه ديال شي شخصيه، حيت انا عارفه ادم كيحماق على سبايدر مان، فداك الشيء علاش خديت ليه اللبسه ديالو وقلت نصورها عليكم دابا قبل ما يمشي ليكول. نعم ادم. صافي حيدوه. حيدو لك. يخنقك اولدي؟ خنقتني. يلا سير تما باش نصور لهم البيصه. حيت ليه الماسك، حيتاش الماسك شويه مزير وما فيهش البلاصه فين يتنفس، واخا هو راه غير شبيكه البنات، راه خفيف شتو. ما بغيتش نلبسو ليه دابا، نلبسو ليه غير باش نوريكم. لا هذاك فهاد الما لي بحال هذيك كبيره ديال سبايد المان. ياه يالله ولدي كيشرح ليكم بحال هذيك الكاسكيطه. المهم البنات هي اللبسه اللي خديت ليه. ورينا اللبسه ديالك. صراحه رقيقه بزاف، بحال الا ما لبست شي حاجه. لبستو تحت منها واحد تريكو هكا سخون، واحد الليبه والتقيشرات ديالو. مازال غنزيد ليه الجاكيطه ديالو حتى يوصل ليكول عادي. عاديك ساعه زعما فاش طلع الشميشه وهذا يحيدوها ليه من بعد وصافي. المهم غير قلت نصبح عليكم من سبايدر مان. يا قاعده كي كيدير سبايدر مان، ورينا كي كيدير سبايدر مان كيفاش. ورينا ما تحشمش، وريني كيفاش كيدير سبايدر مان اولدي. برافو. المهم حنا راه محيحين السبعه ونص ديال الصباح، حنا فايقه اليوم ناشطين حيت ادم عنده الحفله ياك. المهم دابا كنتسناو غير ترونسبور يجي وغنصيفط ادم ونرجع لكم من بعد. ومن بعد ما صيفطت ادم ليكول ديالو جيت مباشره باش نجمع واحد الروينه صراحه كانت عندي في هاد الصالون. الماكله اللي كنا اللي تعشينا بها البارح والمعينات وداكشي كلشي خليته فوق الطبله حيت كنت عيانه. كنت شويه عيانه البارح فما مسحت ما جمعت ما حتى شي حاجه، خليت داكشي كما هو، قلت حتى الصباح ان شاء الله. وبما انه يعني فايقه بكري ما بغيتش نرجع نعس ويضيع لي الصباح ديالي غير هكاك، خصوصا انه غادي نخرج يعني عندي شي حاجه ما تقضى. فداكشي علاش قلت اللهم نوض نحيد عليا بعدا غير هاد الروينه هكا غير خفيفه، زعما ما كانش عندي شي حاجه كثيره، غير حيدت بحال هكا المينات دوزت مسيحه فوق من هاد الطبيله. من بعد ان شاء الله نشارك معكم البنات واحد البرودوي كيمسح به هكا هاد الطبيله فاش كناكلو بحال معقم. كنصايبو غير في الدار، كناخذ غير غلاقه ديال ديتول وكنديرها في قريعه ديال الماء وكنحاول نرش بها بحال هكا. ومن بعد جيت باش نطيب المسمن من هنا، كنت عاجنه العجينه من البارح صراحه وخلاها في الثلاجه. جربوا هذه القضيه البنات الا كان عندكم مثلا جيعان عندكم ضياف بكري مع الصباح، اولا تشهيتوا تاكلوا مسمن مع الصباح بكري ولا هذا، عجنوا العجينه وديروها في بلاستيكه وخليوها في الثلاجه حتى الغد لي عاد قسموها وصايبوها زعما ورقوها، وراها كتجي البنات بحال يلاه عجنتوها ومدلوكه مزيان وكتجي فنه. هنا كنت كنشارك معكم حتى المقيله، صراحه عجبتني بزاف، الطياب ديالها زوين وزعما كتهز لكم شحال من وحده. انا هنا درت المسمنات كبار البنات وهزات لي زعما جوجات واخا كبار. حاجه اخرى ما قلتش لكم واقيلا بانه غادي نمشي ليكول ديال ادم، حيتاش كما قلت لكم دايرين حفل تنكري وعيطوا عليا باش نمشي حتى انا نحضر معاهم وناخذ هكا تصويرات لوالدي وكنشارك معكم الاجواء كيفاش دايرين. المهم كنت كنوريكم هنايا غير الطياب ديالها، صراحه عجبتني بزاف، الطياب ديالها زوين وما ندمتش عليها وما كتلصقش نهائيا البنات، يعني ما كتحرقش. انا كنت خايفه انها تكون كتحرق زعما كتلصق، ولكن لا نهائيا صدقات زوينه بزاف. وبزاف ديال البنات قالوا لي راه هاد المقله سميتها المقله الوجديه، ما عرفتش البنات انا الصراحه، غانتوما اللي كتبتوها ليا في لي كومونتير. المهم البنات عاد ساليت مع الروينه كيما شفتوا معايا، حيت ليا كلشي في الصباح
فعلا البنات راه الفياق بكري شي حاجه اللي زوينه بزاف، وراكم عارفين دابا الروتين ديال المدرسه ما كاين غير الجري الجري الجري. المهم عاده كنصيفط ادم ليكول كنرجع نعس شي شويه، ولكن فاش كيكون عندي خارجه ولا غادي نقضي شي حاجه فاكيد كنبقى فايقه. المهم حيت عليا كلشي الحويجات اللي غادي نقدر ندير اليوم في الدار باش ملي نجي نكون مرتاحه، ماشي عاد نرجع من برا مسخسخه وهذا عاد نجمع عاد ندير. صراحه ما كتعجبنيش هذه القضيه، وجدت راسي على خاطري وفطرت فطوري على خاطري، ودابا غادي نخرج غادي نمشي ليكول ديال ادم حيت انا معروضه الحفله اللي دايرين ليهم. منها غنشارك معكم حتى نتوما الاجواء وتاخذوا فكره على هذا الحفل التنكري اللي دايرين، حيتاش كما قلت لكم في الاول ما داروش لهم حفله قبل، فاليوم عاد كتب باش يديروا لهم حفله هكا، والوليدات غيكونوا انا متاكده غيكونوا فرحانين. ادم ما فراسوش صراحه راني جايه، ادم كما قلت لكم ما قلت ليه حتى شي حاجه، ما قلت ليه لا راني جايه لا والو، خليتها ليه مفاجاه ان شاء الله حتى نمشي، ومنها حتى انا نشارك معكم الفرحه ديال الوليدات والفرحه حتى انا مع ولدي، وناخذ ليه هكا تصاورات يعني شي حاجه اللي زوينه كتبقى عندنا سوفونير. والمهم اللي درتها اكيد غنشاركها معكم. الناس انا عاد وصلت ليكول، بغيت نشارك معكم بالنسبه للديكور اللي دايرين صراحه شي حاجه زوينه، وليدات عجبهم الحال. نشارك معكم اكيد الاجواء كيفاش غادي تدوز، نعطيكم هكا غير فكره على الحفل كيفاش غادي يكون، وباش نمشي للجهه الاخرى اللي فيها الموسيقى راكم عارفين معاها حتى قبل. فبغيت نصور لكم هاد لاباخت هي الاولى، ديروا لهم هنا هاد الديكورات هادو وهاد الوجوه باش يكونوا في التايم ديال الحفل التنكري، وفي الصباح حتى هما مصايبين هاد اللعيبات هادو. المهم غادي نوريكم الوليدات شنو لابسين وشكون كيفاش غادي تدوز وكيفاش غادي تدوز. وهنا البنات كنت كنخليكم هكا الاجواء ديال الحفيله، تبارك الله ما شاء الله على الوليدات الله يحفظهم كاملين، عجبوني بزاف وعجبني الحفل كيفاش داز، وحتى هما كانوا فرحانين وكلهم ما شاء الله جاوا غزالين فنيونين، كل وليد لبس هكذا شي لبسه ديال شي شخصيه. هنا تشوفوا الوليدات بزاف لابسين سبايدر مان، حيت راكم عارفين الدراري الصغار كلهم كيموتوا على سبايدر مان، والبنيات حتى هما كما قلت لكم الله يحفظهم الوالدين. المهم هنا كانوا كياخذوا بعض التصويرات، وقلت نشارك معكم هكا غير بعض اللقطات حتى نتوما باش هكذا تاخذوا نتوما فكره على ليكول، وحتى على الحويجات اللي كيديروا ليهم بحال هاد الحوايج هادو زوينين بزاف البنات، باش كينميو الذكاء ديالهم كيتعرفوا على شخصيات. هنايا غادي تشوفوا حتى لي ميتريس حتى هما راهم كانوا متنكرين، حتى هما لابسين اللبسات ديال الشخصيات. وبزاف منكم اللي مازالين كتسولوني فين جات هاد ليكول وشنو السميه ديالها وكيفاش زعما شنو المعلومات ديالها. البنات هاد ليكول سميتها الزيزافون، كاينه في سيدي بيبي بالضبط في لوتسما. المهم بالنسبه للناس اللي بغاو معلومات اكثر انا نخلي لكم النمره ديالهم في صندوق الوصف هكا، الا بغيتو نتوما تاخذوا فكرات. الناس اللي مقبلين مثلا على انه يدخلوا وليداتهم اول عام، راه كاينه عندهم البنات لا كريش، وكاينه زعما هذا من لا كريش حتى لا غوند، يعني مازال ما داروش المستويات الاخرين، ولكن ان شاء الله غادي يديروهم. صراحه انا اول مره بديت الادم في ليكول بديت ليه مع هاد ليكول وعجبني الحال بزاف، وحتى ادم لاحظ انه كاين واحد الفرق كبير في قبل ومن بعد فاش دخل ليكول، تبارك الله ولا تيعرف بزاف ديال الحويجات ولا تيفهم تينمي الذكاء ديالو. زعما شي حوايج اللي انا لو كان جالس معايا غير في الدار فما كانش غادي زعما ما كانش غادي يعرف هاد الشيء كامل. وفعلا فعلا البنات انا ما ندمتش نهائيا انني دخلت ولدي صغير للمدرسه، حيت بزاف منكم اللي كانوا كيقولوا لي علاش دخلتي ادم هو مازال صغير، انت زعما ما خداماش على برا وهذا غير في الدار. انا نقول لكم واحد الحاجه البنات، انا بغيت ولدي يتعلم شي حوايج اللي ما غاديش يتعلمهم معايا في الدار. راكم عارفين الدار كيبقاو الوليدات غير يا اما التلفازه ولا الرسوم ولا البساله وهذا، يعني من الاحسن يشغل وقته ويتعلم مع الوليدات ومنها حتى ينسجم وتولي عنده شخصيه ديالو. يعني ادم تبارك الله دابا راه في هاد اللاج ديال ادم راه ما بقى ليه والو يكمل 4 سنين، فالحمد لله زعما فخوره انه ولا كيعرف بزاف ديال الحوايج. اول حاجه بعدا انه ولا كيهضر باللغه الفرنسيه يعني مزيان، كيفهمك مزيان الا كتهضري معاه كيفهمك، ولا تيحفظ القران يعني حافظ بعض السور ديال القران، يعني شي حوايج اللي انا لو كنت زعما بوحدي في الدار ما كنتش غادي نوصلهم ليه بطريقه احسن. وفعلا كنشكر بزاف المدرسه ديال الزيزافون حيتاش فعلا انا كنفتخر بها، وحتى
السيده مدام هند المديره ديال المدرسه تبارك الله عليها، واحد الانسانه اللي فعلا كتستحق كلمه شكر، حيت كدير مجهود كبير مع وليداتنا. وشكرا للبنات كاملين حتى هما تبارك الله عليهم. وخليكم مع مقتطفات. المهم البنات يلا شويه هذا باش خط للدار، بتلت عليا وجدت الغدا. المهم درت طوجين ديال الحوت، مشي هي شحال هذا جبتو معايا فاش كنت خارجه، وجيت انا وادم. المهم اليوم ما غاديش يقراو، ما غاديش زعما يقراو النهار كامل، غير نص نهار. مازال ما غسلت وجهي ما حتى شي حاجه، واحد العيا واحد العيا البنات، حيت فايقه بكري وديجا البارح ما نعساش بكري، فما نقولش لكم فيا النعاس، قلت ما غاديش نعس حتى زعما حتى مورا الغدا، غادي نتغدى ونعس ديك الساعه شويه نرتاح. شعل الضو هنا غير باش نبان لكم حيت الاضاءه شويه عندي ناقصه في البيت. صافي المهم عاد خدمت لا ماشين، غتسمعوا الصداع ديالها. درت الحويجات كيتصبنوا، حيت عليا كلشي، دونك كتبقى عندي العشيه كامله نرتاح فيها، ندير هكا الحويجات اللي كنبغي وصافي. حتى نتغدى ان شاء الله نتلاقى معكم من بعد. المهم البنات رجعت معاكم، عرفتوا غيبنا انا وادم باش ينعسنا، دبرنا بواحد النعسه. اصلا الجو كان مور الغدا كان الجو خايب، عرفتوا العجاج والبرد، فغير ديال النعاس مشيت نعست انا وادم. ادم راه مازال ناعس، مازال كاع ما بغاش يفيق ليا، قلت خليه حتى نساليني تكون شي موجد الكوتي عاد نفيقو. يلا شويه هذا باش فاقت، وصراحه فاقت مشي هي نصايب شي كيك ولا شي كيكه ولا شي حاجه، فغادي نجاك معكم اسهل كيكه اللي تقدروا توجدوها في 4 دقائق ولا 5 دقائق. غنشارك معكم الكيكه ديال المقله، راني كنت صايبتها معكم. دابا غادي نديرها بالشوكولا، كتجي زوينه وخفيفه وحتى ولدي كتعجبو بزاف. المهم غادي نشاركها معكم، صايبوا الكوتي مع بعضياتنا. وهادشي اللي كاين بالنسبه لهاد المقادير البنات، تقريبا المقله كبيره شي شويه، يعني ماشي مقله صغيره، هما اللي غنعطيكم العبار ديالها. الا كانت عندكم مقله صغيره تقدروا تنقصوا من هاد المقادير اللي غندير انايا. فكما قلت لكم هادي كيكه ديال الزربه ديالي، الا جاو عندك الضياف في الغفله وما عرفتي ما توجدي، ديري هاد الكيكه واكيد غتحمر لك وجهك، حيت فعلا كتجي بنينه وسهله ودغيا كطيب، يعني ماشي بحال درتوها في الفران كتبقى وتسناو مده طويله الا باش طيب، حيت راكم عارفين الكيكه في الفران كتشد شويه الوقت. هذه ديال المقله يعني ما تجي فين تعمري اتاي ولا قهوه حتى تلقي راسك الكيكه ديالك راها واجده. المهم هنا خديت واحد البيضه كبيره وخلطتها مع 4 المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نزيد لهم واحد الكاس ديال الحليب. تقدروا البنات تعوضوا الحليب بدانوني الا عندكم، انا ما كانش عندي زعما ما كانش عندي شي يوغورت ديال الفاني ولا ديال البنان، فدرت الحليب ودرت هنايا تقريبا واحد كاس لا ربع ديال الزيت، وغادي نخلط هذا الشيء مزيان. المهم انا خلطتها غير بيديا باش تعرفوا بانها راه ساهله ساهله، وحتى ادم كتعجبو بزاف ودغيا زعما كتوجد. صافي خلطت هادشي كله مزيان، وغادي نزيد ليها واحد الساشي ديال الشوكولا شوكولات المر، وغادي ندير الاضافه اللي كتعطيها واحد البنه رائعه، هي واحد القبيصه ديال القرفه. هذه البنات كنديرها دائما فاش كنبغي ندير كيك ديال الشوكولات، جربوا ديروا كيك ديال الشوكولات وديروا معاه قبيصه ديال القرفه وردوا عليا كيفاش غتجيكم، راه خطيره جدا، كيجي مواتي المذاق ديال القرفه مع الشوكولا. وغادي نخلط كلشي صافي، وغادي نزيد ليها واحد الخماره حمراء، وغادي نزيد الدقيق ديالي. بالنسبه للخليط راه كيجي القوام ديالها بحال الكيكه العاديه، غير كديروها خفيفه شويه صافي، وكديروها في المقله ديالكم وكتخليوها تطيب.
هانتوما البنات الكيكه من بعد ما خلطتها شفتوا القوام ديالها كيفاش كيجي بحال الكيك العاديه، غير هذه الصراحه كتجي اقتصاديه وسهله ودغيا كطيب. انا خديت المقله اللي غنطيبها فيها، درت ليها هنايا واحد البابي كويسون هكا غير باش تجيني سهله ملي نبغي نقلبها. ديروها فشي مقله تكون ما كتلصقش وشيلوا ليها البوطه ديالكم. المهم انا نوريكم الطريقه كيفاش كنطيبها. ادم راه يلا فاق البنات فايق ماشي هو هذاك ما رشقاش ليه، قلت ليه واش بغيتي تصور معايا، قال لي لا ياك ادم ما بغيتيش تصور معايا. ادم ما بغاو يسمعوا صوتك البنات. ادم المهم ادم ما كيجاوبش وكيبي غنحاول نسرحها مزيان البنات في هاد هاد المقله اللي عندي، وغادي نشعلها البوطه تكون ناقصه يعني منقوصه لاقصى درجه صافي، وتغطيو عليها وتخليوها حتى تبان لكم بلي راه هاد الفوق كامل نشف ولا تبقى وحده، عاد من بعد كتحيدوها وتقلبوها الجهه الاخرى. راه ما كتاخذش الوقت، حاولوا غير تضوا معاها البال من با 10 دقائق كتكون واجده فيها الكيكه ديالكم. المهم البنات غادي نصايب حتى حريشات صغار. جمعتيهم اولدي واخا ادم راه درت ليه عقوبه، قلت ليه سير جمع الالعاب ديالك باش نشعل لك الروسه ونقول لك بغا يتفرج. المهم هنا عندي سميده رقيقه ديال الحلوه ومعلقه ديال الزعتر، معلقه ديال هاد الساشيه ديال خميره الحلوه وشويه ديال الملحه. انا ما بغيتش نديرهم حلوين البنات، بغيت نديرهم مالحين. واخا ادم انا غندير لك دابا الرسوم، قلت لكم ما بغيتش نديرهم حلوين بغيتهم مالحين. كنعمرهم ولا كندير فيهم صراحه الفرماج كيجيو زوينين. وغادي نبسس دابا السميده ديالي بشويه ديال الزيت البلديه، وغادي نخلط هادشي كامل بكاس ديال الماء كما قلت لكم وشويه ديال الزيت البلديه تقريبا واحد 4 المعالق هكا، كنبسسها مزيان ونخليها حتى تشرب ليا هذاك الماء. الخليط البنات كيكون جاري شي شويه كتخليوه حتى كيشرب حيت راكم عارفين السميده راه كتشرب. وصافي غنبدا نطيب فيهم، نديرهم هكا غير صغيورين. الكيك ديالي هانتوما راه خليته كيطيب، درت ليه صراحه غير هاد المقله حيت ما عنديش شي غطا ديال هاد المقيله هادي حيت كبيره بزاف، فدرت ليه هاد المقله اللي كنطيب فيها المسمن وصافي. المهم البنات ها هو الكوتي ديالي عاد وجد. الكيكه راني من بعد ما طيبتها درتها في الثلاجه حتى بردت تماما، عاد درت ليها من الفوق شويه ديال دانيت ديال الكراميل وزوقتها هنايا بلاصوص ديال الشوكولا. والحريشات ها هما حتى هما طيبتهم، وحطيت شويه ديال الجبن تيعجبوني تيحمقوني انا مع الزعتر والجبن تيجيو واعرين. هذا البنات ماشي جبن، هذا فرماج بلون، هذا داك الفرماج اللي كنشاركت معاكم خديته شحال هادي. الصراحه فعلا 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 اللي كتحمق على الفرماج اولا الجبن ذوق هذا، جربوه البنات وخليو لي كومونتير البنات اللي جربوه. واعر البنات زوين بزاف، في واحد المذاق كريمي وكيجيني زعما من نهار خديت هذا ما بقيتش كناخذ هذاك الجبلي داك الصغير، ولا كيجيني هذا احسن في المذاق. والكميه ديالو زوينه، فيه كيلو البنات، هاد ستايلر راه فيها كيلو وكدي معكم وقيته طويله، تقدروا تصايبوا بها حتى لي كيك بحال مثلا لي تشيز كيك اولا بغيتو شي كريمه هكا تجي فيها شويه ديال الملوحه مع الحلاوه، هذا ننصحكم به واعر. هذا ناتوغال البنات، كاين الاخر العادي هذا ديال صحاب الريجيم ولكن المذاق ديالو لذيذ بزاف، وكاين حتى داك العادي كما قلت لكم. بالنسبه لهاد ستايلر راني خديتها ب وقيلا واش 35 درهم، وفيها كيلو ديال الفرماج غير هو كل المهم كل واحد كل جروب شحال كيبيعها. هادو البنات تلقاوهم عند هكا المول الهري ولا مول الكرو، هو عند من خديته انايا وتلاقيتوني هنايا في البلاصه فين ساكنه، تلاقيتو عند واحد مول الكرو كنتقدى عنده، غير هو الثمن شويه طالع مع انا ما خديتوش من تما. صافي المهم غادي ندوز دابا نديرو الكوتين وادام وصافي البنات، هكذا كيكون سالا الفيديو ديالي. كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه ونهار زوين، وجربوا هاد الكيكه راه كتجي رائعه. عطوا داك المذاق ديال القرفه مع الشوكولات، نعاود ليكم واحد المذاق رائع اللي شهيتها تسمح ليا وتنوض حتى هي توجدها، وراه دغيا كتوجد. المهم البنات خليت لكم راحه البال وتا الفيديو جديد ان شاء الله.